يقول: جامعت زوجتي في نهار رمضان جاهلا بالحكم ليومين متتاليين، فما الحكم وأنا لا أستطيع الصيام شهرين متتابعين لأنني أعاني من مرض السكر؟ وماذا على الزوجة؟ هل عليها أيضا كفارة؟ نعم، الأصل وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. هذا هو الواجب فيها، وهي مرتبة على هذا الترتيب: من يقدر على العتق لا يجزي غيره، ثم من يقدر على الصيام لا يجزي غيره، ثم من لا يقدر لا على العتق ولا على الصيام يطعم 60 مسكينا، مرتبة مع قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع. والمرأة مثل الرجل، تجب عليها الكفارة مثل ما تجب على الرجل، إلا إذا كانت مكرهة، إذا أكرهها وتغلب عليها ولم تقدر على الامتناع ليس عليها شيء لأنها مكرهة. أما إذا كانت موافقة من غير إكراه فعليها مثل ما على الرجل. نعم.